الفقرة الثانية المفروض تكون الداعي ببعض الدقائق من الشعر، وبعدها انتقل إن شاء الله الأستاذ ناصر الحاج، نبدأ الفقرة الثقافية والفنية. بس نسينا اسمك. إذا بحثت في صميم قلبك ستجدني هناك. علي السندي، سوف أكمل ما بدأ به أستاذ كامل بزي، وخصصنا هذه الأمسية أن تكون ذات طابع عن الأم، فكتبت إلى أمي بعد أن اتصلت بي هاتفيا، قالت لي شلونك؟ الحمد لله الأمور معي كل شيء بخير. فمباشرة بعد إغلاق الهاتف وقفت أمام المرآة، حسيت نفسي جذاب، أنا لست بخير. فبلهجتنا خاطبتها وقلت لها سامحيني سامحيني، أنا مو صادق يا يمه، سامحيني، دمعي عنك راح أضمه، سامحيني غربتي دنياي ظلمه، سامحيني ما دريتي من قلت لك أنا سالم، ما دريتي كذبت لكني نادم، ما دريتي هالزمن يا يمه ظالم، سامحيني. يمه أحبك أنت روحي والحبيبة، يمه أحبك والقلب يسعر لهيبة، يمه أحبك هم بعيدة هم قريبة، سامحيني. سامحيني فرقتك يا يمه صعبة، سامحيني شوفتك دمعاتي تربة، سامحيني بعد عنك أقصى غربة، سامحيني سامحيني. سامحونا إن كانت الأمسية اليوم بداية حزينة، إن شاء الله تنتهي بالفرح. ولأنكم جمهور ذواق وراء وجوها جديدة، سوف أسمعكم آخر ما كتبت من ما تيسر من عتاب المنافي.